عايز اقول لكم ايه الاخبار بالنسبه للسنه اللي بتتلخلخ. انا بس مش عايزه ولخلخها. طبعا ما روحتش لدكتور السنين، وبشكر كل الناس اللي اهتمت وقالت لي في التعليقات على وصفات وقالت لي معلش تعالي على نفسك وروحي لدكتور السنين. بصوا يا جماعه، انا ما روحتش ليه لدكتور السنين، انا واخده قرار مش هروح لاي دكتور ومش هتراجع فيه. بس انا فكرت بمشاعري، لقيت ان السنه مظلومه، السنة ما عملتش حاجة، مش هي اللي اتلخلخت وعايزة تقع، لا اللسة هي اللي حصلها انحسار، يعني هي اللي حصلها تراجع، يعني طلعت لفوق وتخلت عن السنة. فأنا هعاقب اللسة، وطبعا أكيد اللسة ما عملتش كده برضو من نفسها، أكيد جهاز المناعة عندي اتأثر بسبب حالتي النفسية اللي كانت. الحمد لله أنا دلوقتي زي الفل. فإيه اللي أنا بقى بعمله؟ اللي أنا بعمله إني أنا ماشية على نظام الأوميد، اللي هو باكل وجبة واحدة في اليوم، باكل وجبة واحدة بروتين نباتي أو حيواني، خضروات ورز أو عيش عشان محدش يقول لي كيتو، ودهون صحية طبعا. وممكن بعد ما اكل اخد برقوقة واحدة، يعني بقيت مؤدبة، او منجاية فص صغيرة، وجبة واحدة في اليوم كفاية قوي ان انا ما مرهقش السنة الملخلخة. انا هعمل اللي عليا، هي لو في يوم من الايام حبت تسيبني وتمشي بقى يبقى براحتها، هتتحملوني وانا من غير سنة، لاني لا هركب واحدة على ما اعتقد، يعني ان ممكن ما ترجعش، يعني ما اعتقدش حتى لو مش هعرف اتكلم او كده، يعني حتى 1% احتمال ان ممكن اركب سنة غيرها، احتمال 1%، بس انا هعمل اللي عليا. طب بعاقب الليسة ازاي؟ بحط لها كل يوم شريحة توم على الليسة من جوه هنا، بحطها، مش قادرة اقول لكم كمية الالم، لدرجة ان عيني كمان بتتعاقب، الدموع بتنزل من عيني من الالم. وبغسل سناني برضو من غير معجون سنين، زي ما انا ماشية انا ماشية بقوي جهاز المناعة بتاعتي. بتعرض للشمس طبعا، وبمشي اروح البحر، ونفس حياتي هي، بس باكل وجبة واحدة بس في اليوم. ده اللي حبيت اطمنكم عليه، ان انا بستيسها عشان هي مسكينه، ما لا ذنب، هي ذنبها ايه؟ اللسه اتخلت عنها، فانا برضه حطيت عذر للسه ان ممكن المناعه تكون ضعفت، فالمناعه لما بتضعف بتعمل التهابات او بتاثر على جسمنا من جوه، يعني المناعه لما بتضعف بتضعف بسبب الاكل واللي قبل الاكل، الحاله النفسيه. فانا كنت بمر بظروف صعبه، بس الحمد لله بقيت زي الفل دلوقتي، وبسايس السنه وبحبها قوي، وهي لو بتحبني هتحاول تقاوم معايا اللسه، واللسه لو جدعه بقى وانا بحط لها فص توب كده تتجدد، وجهاز المناعه يبقى قوي وتثبت، او تفضل هي مش مضايقاني في حاجه خالص خالص. وانا زي ما قلت لكم كده، بس ما عنديش كلام تاني بس كده.